بسم الله الرحمن الرحيم. الاول اسم ديالي عبد اللطيف موسى فيه من جامعه سيدي عبد الله وسعيد. جينا من سميتو مؤسسه دار الطالب ولاد عيسى. جينا ضررتم زلزلتو درنا نهار الزلزال. عاودنا كيفاش وقع؟ ملي ضرب زلزال في كنتي شنو وقع؟ انا كنت في الدار نيت والدار وكاينين دابا الناس تما. الناس عندنا حنا تضروا بزاف بالزلزال. كاينين الديور مشقين، كاينين الديور كاع تريبو، كاينين الناس كنجبدوهم من التراب. انا كنت في الدار نعس، يلاه بيت نعس وسميتو سمعنا الزنزال وسمعنا الناس كيغوتو وصافي. خرجنا كامل داك الشيء هرب وكل واحد فين مشى وصافي. واحد شويه كتسمع الديور كيتريبو على الناس. واحد باش حسيتو ديك بالخوف؟ شنو باش حسيتو؟ كلشي الناس كيبكي والطريق كامله والطريق مدريبه. يومين ولا ثلاث ايام على الجو عند المساعدات وسميتو والمساعدات وكل شيء كيجيو الناس المحسنين مثل البهيم ديال الناس وكل شيء. ما سميتو الناس كاع سميتو اي كيجيب. جبنا الناس بكري، جبناهم ديك الليله كون خليناهم حتى الصباح كل شيء مشى. واخا شفتوا ديك المساعدات اللي صاردوا لكم؟ محتاجين ديك المساعدات؟ شنو دابا محتاجين تما ديك البلاصه بالضبط؟ الطريق، الماكله، شنو محتاجين بالضبط؟ الناس محتاجين دابا غير الفراش والماكله. الطريق عندكم معوطه؟ لا الطريق كيقدوها الحمد لله دابا. الدوار شنو اسمه؟ الدوار بالضبط شنو؟ سيدي عبد الله وسعيد، جماعة سيدي عبد الله وسعيد إمدلون. السلام عليكم، سميتي أسامة كنسوس وأنا تلميذ في مؤسسة ثانوية المعرفة أولاد عيسى. الحمد لله تنسى لينا شوية، ولكن الصراحة راه صعيب باش تنسى لي كل شيء حيت واحد الحاجة اللي صعيبة بزاف الصراحة، واحد الخوف اللي صعيب بزاف، خفنا بزاف. نص المهم راه كاين اللي تشرح في والديني، ترى الوالد تشرح في رجلي حيت فاش كان كيجري طاح لي حجر على رجله. حنا خرجنا الاولين، هو اللي تعطل في الدار، هو اللي تقصح في رجلي. كان ولكن هكاك ما بقيناش كنباتو في الديور، ولينا تنبيتو في برا. لحد الان دابا باقي تنباتو في برا. الديور ديالكم شنو؟ الديور فيها شي شقوقه صعيبين باش تخليهم باقي. يعني كتخافوا عندك صعيب عليكم؟ اي تنخافوا يتيح علينا، الله يعرفوا ربما يتعاود الزلزال شي مره يطيح. اول حاجه تنشكروا جميع المساهمين في هذا الجميع، واللي حتى اللي مساهموا في الكلمه الطيبه وتنشكرهم بزاف حيت عاونونا بزاف حيت لحد الان هما اللي عطاونا حوايج وعطاونا شحال من حاجه، تنشكرهم بزاف، شكرا من القلب. السلام عليكم، سميتي كوثر ايت مولاي، كنسكن في تينزرت، كنقرا في الثانويه التاهيليه تينزرت. كانت صراحه ليله مرعبه بزاف، ولكن الحمد لله ما وقعت حتى حاجه لينا. كنا المهم خرجنا ما وقع لينا حتى حاجه، وكانت المهم بتنا في الزنقه. كنشكرهم بزاف بزاف على هاد المجهودات الكبيره اللي داروا معنا والتضامن. الصراحه كنشكرهم بزاف على هاد التضامن. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.